بسم الآب والابن والروح القدس. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته الآن وكل أوان ظهرت كلها أمين. أولا نشكر إن فرصة ناخد بركة القداس معكم النهاردة قبل ما نسافر عشان نحضر مؤتمر المهجر مع قداسة البابا للبلاد اللي بتتكلم لغة الإنجليزية، استراليا وإنجلترا. الحقيقة بركة كبيرة البابا يعمل نوع من أنواع التركيز وندرس فيه المشاكل والاقتراحات. أي حد عنده اقتراح أو موضوع يحب يعرضه يكتبه في ورقة وأبونا ياخده أو أنا أخده ونتناقش فيه. إحنا يهمنا جدا نجاح خدمة المهجر، بتبقى ناجحة قرارية لعمل الكنيسة في كل بلد، تشهد للمسيح وتكون منارة تنور الطريق في وسط ظلمة العالم ده وفي وسط أي أفكار وأي آراء تطلع ضد تعاليم الكنيسة. هي شهادة للتاريخ. صدقوني قد إيه، من ثلاثة أيام كنت جاي في المطار واحد بيقول لي أنت كوبتك بيشوب؟ قلت له يس. قعد يمدح في الكنيسة القبطية في الشهداء. الراجل بيقول لي إحنا متأثرين جدا وأنتوا ناس شجعان بتواجه الضيقات والاضطهادات بشجاعة. قعد قال لي كلام قلت يا رب شوف هم أرادوا بنا شرا وربنا أراد لنا إيه خيرا، زي ما قال بابا شنو كله للخير، فعلا كله للخير. فده دور الكنيسة ودورنا كلنا ودوركم كلكم، كل واحد فينا يشهد للمسيح في حياته. ربنا يبارككم جميعا. إنجيل النهاردة بحسب ما كتب معلمنا يوحنا البشير إصحاح 14 يقول فيه لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فأمنوا به. الكلام ده كان صعب شوية أن يفهموا الناس. أنتم تؤمنون بالله فأمنوا به يعني مع الله، وأنا بعد كده كمل أنا والأب واحد من رآني فقد رأى الأب. هم اتلخبطوا مش فاهمين هل المسيح إله أم إنسان. والشيطان نفسه احتار لدرجة على الجبل يقول له إن كنت ابن الله، إن كنت ابن الله انزل من على الصليب ونجينا، ان كنت انزل وعيز على الجبل، ان كنت ابن الله ارمي نفسك من فوق الجبل او حول الحجاره تبقى خبزا، وهكذا. ده ان الشيطان محير، المسيح محير الشيطان حتى تمت القيامه المقدسه. عشان كده الكنيسه القيامه اكبر اعياد الكنيسه لمده 50 يوم. وحاجتين مهمين الكنيسه طبعا عمل الفداء اللي تم على الصليب وعلنته القيامة، وكناش من غير القيامة كناش نعرف المسيح أم الأموات. حاجتين تانيين مهمين ادتهم لنا القيامة. أهم حاجة الإيمان، ثانيا الأبدية أو قيامة الأموات أو حياتنا الأبدية. قيامة المسيح ألقت الضوء الشديد قوي على النقطتين دول. عشان كده تلاقوا معظم الآيات الخمسين كلها بتتكلم عن الإيمان 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 الإيمان. وحتى يقول كده من يؤمن به فله حياة أبدية. الإيمان بيوصل للحياة الأبدية، والأساس هو الإيمان في فترة الخمسين. وعشان كده النهاردة كررها النهاردة ومبارح وأول وأول وبكرة كل يوم يتكلم كيسة بدنا حتة حاجة عن الإيمان. يقول لا تضطرب تؤمنون بالله آمنوا به. كانش ينفع الكلام ده قبل القيامة، لكن بعد احنا نؤمن انك انت هو الله. الشيطان بيحاول دايما يشكك اولاد ربنا ان المسيح مش هو الله، ويحاول يشككنا ان ربنا ما يقدرش يعمل كل حاجة، لكن في حاجات تانية ممكن نقدر نعمل بيها، السرقة والغش والرشوة وده 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 تقدر تعمل. لكن استحالة نشك في لحظة في قوة وقدرة الله القادر على كل شيء اللي ما فيش حاجة مستحيلة عليه. اوعى تشك. الإيمان يكون نابع من ان انا اؤمن ان ربنا بيحبني، دي اساسها بقى، وانا بحبه عشان هو بيحبني. لو حطينا الاساس ده في حياتنا انا اؤمن ربنا بيحبني جدا جدا جدا، والتجسد ترك المجد بتاعه وجالنا على الارض وصلب على الصليب من أجلنا. عشان كده الآية إن إنجيل يوحنا
إصحاح 3 عدد 16 اوعوا تنسوها ابدا طول العمر. بتقول ايه؟ هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل الحياه الابديه. احنا مش ممكن نتخيل قد ايه محبه الله لينا. خلي بالكم انا عايز اوصل لايه. وبالتالي يقول لنا معلمنا يوحنا في رسالته الاولى اصحاح 4 عدد 19 نحن نحبه لانه ايه؟ بنا اولا. خلي بالكم انا عايز اقول ايه. انا متاكد جدا 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 ان ربنا بيحبني وانا كمان بحبك. طيب افرض جت حاجه تخلي قلوبك بقى، افرض جت لي مشكله، جت لي ضيقه، جت لي تجربه وطلبت من ربنا ان يحوشها عني، ما حشهاش، ما اتشالتش التجربه. طلبت منه سمح لي بمرض، طلبت انه يشفيني، ما تمش الشفاء. نعمل ايه؟ بعض الناس تبتدي تزعل من ربنا، بعض الناس تشك في ربنا، بعض الناس تقول هو فين ربنا، دور على حاجات بديله بقى وطرق كده كده ما يعلم بيها الا ربنا. لكن اولاد الله في الوقت ده يقولوا يا رب انا متاكد انك انت بتحبني وانا كمان بحبك. علامه محبتك ليا كتيره جدا 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 جدا، وانا عشان بحبك واثق انك انت عشان ما استجبتش زي ما يقول كده البابا شونا استجابته في عدم استجابته. يمكن عدم استجابته دي هي الاستجابه اللي ربنا رايدها، رايد شيء من وراء الموضوع ده هو انا ما اعرفهوش، رايد لنا اكليل معين، اكليل اسمه اكليل احتمال التجربه او اكليل احتمال المرض. اللي يحتمل التجربه بشكر واحتمال المرض بشكر ده له اكليل في السماء عند ربنا. لكن اللي يقعد يتذمر ليه يا رب جبتني كده، ليه عملت فيا كده، ما يضيع عليه الاكليله ويعيد بان على الارض ويفقد اكليله في السماء. عشان كده بقول لكم خلي بالكم الرئيسي ان ربنا بيحبني. اي موقف في حياتك ربنا يسمح لك انا متاكد ان ربنا بيحبني، ان ربنا بيحبني، عشان كده بتحبني يا ربي سمحت لي بالتجربه دي، من فضلك يا رب حوش التجربه دي عني، اشفي فلان المريض، حل مشكله فلان اللي في الضيقه دي، اعمل ساعد فلان ده في الموضوع بتاعه. وربنا احيانا ما يستجبش، لو استجاب نشكرك يا رب على كل حال ومن اجل كل حال. وفي الانسان اللي بيؤمن بربنا عمره ما يشك في محبه ربنا ليه، فهنعيش بسلامنا ونعيش فرحانين ونعيش في هدوء. لكن النهارده كتير من اولاد وبنات ربنا تلاقيهم قلقانين، مضطربين، تعبانين، مشدود، اي ضيقه او مشكله او مرض، الحق ده في موضوع كذا، يا خبر ابيض ده الحكايه كذا. وبص لي ولاد ربنا يضطربوا على طول، لا تضطرب قلوبكم، ما تخافوش، ما تقلقوش. قالها لنا 366 الكتاب المقدس، لا تضطرب قلوبكم او لا تخافوا لا تضطربوا. عشان كل يوم يقول لك ما تخافش، ما تضطربش، ما تقلقش، انا معاك، وان كان الله معنا فمن علينا. ولاد ربنا كده عندهم كده جدا جدا في وايمان كبير محبه الله ليهم، ومتأكدين جدا ان ربنا مش ممكن يتخلى عنهم ابدا مهما كانت في كل الضيقات وفي كل التجارب وفي كل ظروف حياتنا. الله معانا باستمرار. لكم انتم تؤمنون بالله، امين. نؤمن بربنا، نؤمن بكلامه، ربنا ده مظبوط. السماء والارض تزولان لكن كلمه او حرف من كلام الله لا يزول. يعني ايه؟ لما ربنا بيقول لك 25 تعالوا لا يباركي ابي رس الملك المعد لكم منذ انشاء، هتدينا الملكوت عشان عملنا ايه في دنيتي يا رب؟ في دنيتنا كنت مريضا زرتموني، عريانا كسوتموني، عطشانا سقيتموني، جوعانا اطعمتموني، عريانا كسوتموني. امتى يا رب كنت عريان ولا غريب ولا عطشان ولا جوعان؟ يقول لهم الحق اقول لكم كل ما فعلت اخوتي الاصاغر فبي قد فعلتم. نؤمن تماما ان عمل الرحمه مع الفقراء ومع المحتاجين في السماء. تعالوا إلي مباركة رس الملك المعد لكم منذ إنشاء العالم. مع حياة التوبة الجميلة نعمل عمل الرحمة. يبقى الإنسان المسيحي إنسان إيجابي، مش عايش أناني لنفسه بس، لا يفكر في غيره، يفكر في اللي حواليه، يفكر في الفقير، يفكر في المريض، يفكر في المحتاج. هي دي صورة أولاد الله اللي عايزها فينا. إذا كنا بنؤمن به نؤمن بصحة كلامه. إيه تاني كمان؟ طلباتكم كتير، عايزين كذا وعايزين كذا وعايزين كذا. لا، في حاجة لازم تطلبوها الأول. اطلبوا أولا إيه؟ ملكوت الله وبره.
شفت بقى؟ دي كلها ايه؟ تزاد لكم. يبقى اذا نصحح ونصحح اسلوبنا في التعامل مع ربنا. يا ربنا نفسي يكون لي السماء. نفسي يا رب يكون ليا نصيب مع القديسين في فردوس النعيم اللي احنا حاطين صورهم فرحانين بيه كده، اعيش وسطهم. نفسي يا رب اديني ان انا اعيش في العالم ده وانا كل عينيا بتبص لليوم اللي فيه. هترك هذا العالم واكون مع القديسين. ما تسمحش يا رب ان اكون متغافل. اطلب ملكوت الله وبره، وعشان ملكوت الله وبره نصوم ونصلي ونعترف ونتناول الاسر المقدسه ونعيش حياه مسيحيه صالحه زي ما ربنا عايزنا فيها، تكون شهود لي. وبعد كده هذه كل اللي انت عايزوه ده هتزاد ليكم برضو، نطلبها برضو، اسألوا طعم. لكن انا اصحح اسلوب تعاملي مع ربنا. لو الواحد كده يتعلم حلوة كتير قوي من عندنا من بورسعيدية عندنا بيغلطوا الغلطة دي. اروح بقول الحق يا سيد مشكلة يا دي الوعي يا رب حكاية على بال اخر الموضوع بعد ما اسلم على الناس تكون حكايه كبيره. رحت مره بلد من بلاد الصعيد وصليت قداس وبوزع علومات البركه. صدقوني الشعب كله قال لي طلب واحد، صلي لنا يا سيدنا ربنا اخرها الصالحه. ايه رايكم بقى؟ اطلبوا اولا ملكوت الله وبره، اطلبوا الاخره الصالحه، اطلبوا فكروا في الابديه بتاعتكم. ما تقولش انت بتبشر علينا يا سيد. لا ما ببشرش، انا بقول انا ربنا خلقني عشان اشهد له على الارض. لكن دي كلها ترانزيت، فترة صغيرة. ايه طب 100 سنة و 120 سنة ماكسيموم يعني، لكن بعد كده ملايين إلى ما لا نهاية الحياة الأبدية في السماء. اطلبوا أولا ملكوت الله وبره. لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض بل كنز في السماء. حول رصيدك على المسيح في السماء. لا يفنى لا يدنو منه سارق ولا يفسد يسوس. كلام ربنا ما ينزلش الأرض أبدا ابدا، لازم تثق في كلام ربنا. احبوا اعدائكم، احبوا لو ما كنتش هتسامح لغيرك انا مش هسامحك. عيشوا المسيحيه احبائي، تعيشوا اسعد ناس. انا قد ايه كنت في منتهى السعاده والدهشه يوم عيد القيامه جالنا المحافظ والمسؤولين كلهم بيعيدوا علينا. فقلت هتكلم عن قيامه المسيح مع الصليب وعلى الناس، ودول مش فاهمين حاجه. فقعدت قلت كلام كده عام كده، نشكركم على معايدتكم لينا وكتر خيركم ومحبتكم لينا وكلام من ده. وقف الشيخ بتاع الاوقاف دكتور مع دكتوراه، قال نهني الاخوه المسيحيين بعيد قيامه سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام. طب كويس. وبعدين كده قال سيدنا عيسى في انجيل متى الاصحاح الخامس وسمع الموعظة على الجبل كلها. انا بقيت في زور، طوبى للمساكين بالروح لهم الكنيسة، طوبى للحزن والتعزون، طوبى لكم يطاردوكم وعيروكم، طوبى احبوا اعدائكم باركوا لعنيكم. ده سمع الاصحاح كله. صدقوني انا استغربت والناس تسقف، هو ده قسيس ولا شيخ ولا ايه الحكايه الموضوع؟ وبعدين انا بقى قاعد قلت ده انا مكسوف اتكلم، فهو اللي اتكلم. وبعدين خلص ايه على كورنثوس اصحاح 13، الكورنثوس الاولى اصحاح 13 اللي هي بتاعت ايه المحبه. وقال بولس الرسول في رسالته الى اهل كورنثوس الاصحاح 13 ان كان لي كل الايمان حتى انقل الجبال وليست لي محبه فقد صرت نحاسا يطن وصنجا يرن. وهم يسقفوا انا بقيت مستغرب ازاي الناس النهارده بيتذوقوا كلام الكتاب المقدس واحنا يمكن مش عارفينه. اقروا الانجيل، ده كان درس. انا قعدت اقول يا ربي خلي اولادنا يسمعوا الكلام ده، يشوفوا هم اخواتنا اللي ما دقوش حلاوه الكتاب المقدس لما بيقروا حته بيتاثروا جدا جدا بيها. امال احنا عندنا الانجيل كله منه، كله اشبعوا منه. اقروا باستمرار، ما يعديش عليكم يوم من غير ما تقروا الانجيل. ده مش كده تؤمنوا بيه، اقرا الانجيل شوف ربنا بيقول لك ايه. مش هتفهم في الاول حاجات كتير، لكن ارسم الصليب على نفسك وقول افتح يا رب عيني. عملنا كبير من الإنجيل كله في الصوم الكبير، حوالي 50 واحد خلصوا الإنجيل في 50 يوم. إزاي بقى؟ الكتاب المقدس 1200 إصحاح على 50، يقول له بلاش الـ 55 كفاية 50، 1200 على 50 يدي 24 إصحاح في اليوم. صدقوني ناس يمكن أكتر من 50 واحد.
قروا 24 إصحاح في اليوم، أخذ حوالي ساعتين حاجة زي كده، ساعتين وربع، يقروا ساعة وربع الصبحية وساعة وربع الليل، أو اللي بيقراه هو في العربية حاجة زي كده هم، لكن قروا الإنجيل كله في الصوم الكبير. اللي ما يقدرش طبعا صعب على بعض الناس، كفاية عليك 4 إصحاحات في اليوم هتخلص الكتاب المقدس كله في 10 شهور، 5 إصحاحات في اليوم تخلصه كله في 8 شهور، ملناش حجة يعني 4-5 إصحاحات ما يجيش تلت ساعة مش هيحصل حاجة. اقرأ شوف ربنا بيقول لك ايه وتعلم وارشم على نفسك الصليب. لازم نعيش كأولاد الله، ما ينفعش يبقى بس جوه الكنيسة ونعبده حلو واحنا بره الكنيسة ناس تانيين. لا، انا جوه الكنيسة زي في الشغل زي في البيت زي كل حتة شهودا لي، تكونون شهودا لي. انتم تؤمنوا بالله؟ امين. نؤمن يا رب بصحة كل كلمة بتقولها لنا، نؤمن بوصاياك كلها، تعلمنا نحب بعضينا ونحب أعدائنا. نؤمن يا رب انك انت تقول لنا نغفر للأساء إلينا، ما نقعدش نشيل في قلبنا. نؤمن انك انت يا رب تعلمنا الرحمة على الفقراء والمحتاجين. نؤمن يا رب انك انت بتقول لنا فكروا في أبديتكم، عيشوا زي ما انتم عايزين. ودايما أي حد من أولادنا يقول لي أنا مهاجر، أقول له ربنا ما يهموش تعيشوا فين، لكن يهمه تعيش إزاي. ما يهموش تعيش في مصر، في أمريكا، في كندا، في أستراليا، في أي حتة، لكن يهمه تعيش إزاي. دي أهم حاجة، تعيش مع الرب. تقول أحسن حاجة، تقول فعلا أحلى حاجة أنك تعيش مع ربنا، دي أحلى شيء، وتقرب من ربنا أكتر، ودي تستمتع بحياة حلوة مع المسيح على الأرض وتكملها معاه في السماء. وتقول كده إن عيشنا للرب نعيش، إن متنا للرب نموت، إن عيشنا ومتنا للرب نحن. ربنا يحفظكم دايما في سلام وإيمان لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد. أمين. أمين. الليل ويازك سابت ريكا يوكا عجيبنا.